نشرة الخامسة مساء من تونس، أهلا بكم. ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن دستور تونس الجديد وفقا للأجال القانونية المحددة أقصاها بتاريخ 30 من جوان الجاري، ويتوقع أن يتولى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم نص مشروع دستور الجمهورية التونسية موضوع استفتاء 25 من جويلية القادم بأمر رئاسي ونشره بالرائد الرسمي. أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها على أتم الاستعداد لتنظيم استفتاء 25 من جويلية القادم، مجيبة في ندوة صحفية عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل وتحين السجل الانتخابي. ويذكر أن العدد الجملي للمسجلين بلغ 9,296,064 مسجلاً. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مسار الانتخابات انطلق فعليا يوم 25 من مايو الفارط، تاريخ صدور دعوة الناخبين، وأن الهيئة على أتم الاستعداد لتنظيم الاستفتاء في أحسن الظروف. ومنذ ذلك التاريخ قطعت الهيئة أشواطا هامة في مسار الأعداد الاستفتاء طبقا للرزنامة المعلنة، وهي على استعداد تام لتنظيم الموعد الانتخابي القادم في أحسن الظروف بما راكمته من خبرة وتجربة منذ سنة 2011. المقبولون للمشاركة في حملة الاستفتاء تم الإعلان عنهم، وعددهم 161 من بين 169، أي أن مجلس الهيئة رفض 8 ملفات على أن يبقى باب الاعتراض على تلك القرارات متاحاً أمام القضاء الإداري، وفق رئيس الهيئة الذي أكد في جانب آخر سد كل الشغورات بالهيئة الفرعية. أنهى مجلس الهيئة سد الشغورات المسجلة في رئاسة وعضوية الهيئات الفرعية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وتم تكوين جميع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية وأدوا اليمين أمام مجلس الهيئة ليباشروا مهامهم بداية من هذا اليوم. وأكد رئيس الهيئة أنه تم القيام بالانتدابات اللازمة لتأمين موعد الاستفتاء. تم الترفيع بقرابة 24,000 عون إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة. هذا الترفيع تبرره عدة عوامل، من بينها الترفيع في عدد ساعات الاقتراع الذي ستنطلق من 6 صباحا إلى غاية 10 ليلا، فضلا عن مسألة إدماج المسجلين آليا وتوزيعهم على مكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية. من جهة أخرى، بيّن المدير التنفيذي للهيئة رضا المساوي أنه بعد الإعلان اليوم على نص مشروع الاستفتاء سيكون على المقبولين في حملة الاستفتاء تحديد مواقفهم يومي غرة جويلية والثاني منه، لتنطلق الحملة رسميا يوم 3 من جويلية القادم. ويكون هناك تحديد للموقف بعد الإعلان اليوم عن نص مشروع الاستفتاء، يتم تحديد الموقف من الجهات أو الأطراف التي صرحت بالمشاركة يوم 1 و2 جويلية. إثر ذلك ستنطلق الحملة، حملة الاستفتاء، من 3 إلى 23 جويلية، وينطلق الاقتراع بالخارج يوم 23 و24 و25 جويلية، والاقتراع بالداخل يوم 25 جويلية. أعلان النتائج سيكون من 26 إلى 28 جويلية، نتوقع أن يكون يوم 26 جويلية، وبعد نزاعات يكون يوم 28 جويلية النتائج النهائية. وإلى جانب تأمين الحبر الانتخابي والأكياس الآمنة والأقفال، فقد شرعت المطبعة الرسمية في توفير مخزون الأوراق الكافية للاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. وفرت المطبعة الرسمية مخزون الأوراق الكافي للاستفتاء والتشريعية، يعني لجميع المسار إلى نهاية 2022، وشرعت في الطباعة، وننتظر إرسال المواد الورقية ابتداء من اليوم، يعني أصبحنا في أسبقية مقارنة حتى بالبرامج الكلاسيكية. وسينظم أداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء وفق القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيكا الذي سيصدر غدا. في تطاوين تتواصل عملية تسجيل الناخبين وقبول مطالب عضوية مكاتب الاقتراع على أن ينتهي أجل التسجيل في 12 من شهر جويلية القادم.
في ولاية تطاوين أكثر من 129 ألف مواطن تم تسجيلهم في قائمة السجل الانتخابي للدائرة الانتخابية الفرعية بولاية تطاوين من قبل أعوان الهيئة الفرعية المستقلة بجهة تطاوين إلى حد هذه اللحظة. حملة التسجيل الانتخابي المكثفة انتهت بتاريخ 14 جوان، وانطلقنا منذ 15 جوان في التسجيل الآلي، وبالتالي مواصلين حتى نهار 12 جويلية في تحيين مراكز الاقتراع. ننتظروا حتى 12 جويلية بدخول الغاية، نهار 13 جويلية باش نعرف بالضبط كل مركز اقتراع في تطاوين وفي كامل الجمهورية وفي الخارج بالضبط العدد نتاع المسجلين نتاع اللي باش يصوتوا فيها. ومع تواصل عمليات التحيين والتسجيل في مختلف الأماكن التي تم تخصيصها من قبل الهيئة في الفضاءات العمومية والخاصة، تستمر عملية قبول الأعوان المكلفين بمكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء. الهيئة يسرت كثيرا في قبول مطالب عضوية مكاتب الاقتراع، سواء كان عن طريق الإيداع المباشر بالإدارات الفرعية أو حتى بالإيداع الإلكتروني، ولا حتى عن طريق الميسنجر اللي وضعتها الهيئة على ذمة العموم. تجربة شخصية بشي واحد يشارك في الحياة المدنية، يتعرف على عباد، يشارك في الحياة السياسية، باهي السيرة الذاتية بيانسير، خاطر فيها حاجة أنك تعرف مثلا تعلمك سونس دي كومينيكاسيون. انتخابات البلدية شاركت والحمد لله عجبتني كأول فرصة منقطة، ومن وقت حبيت نقدم قدام نشوف أكثر حاجة أكثر خبرة على هيئة الانتخابات ومع الخدمة معاهم. بالتوازي مع هذه العمليات التي تنفذها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين، من المنتظر أن تعقد جملة من الدورات التكوينية لفائدة كل المتدخلين في العملية الانتخابية في الأيام القليلة القادمة. انطلقت أمس رحلة داخلية لحاجيجنا الميامين من مطار جابس مطمطة باتجاه مطار صفاقس، ومنه إلى البقاع المقدسة في رحلة جوية استثنائية هدفها تأمين الرفاهية والسلامة للحجيج. في يوم توديع حجيج ولاية جابس الميامين بمطار مطمطة، كان وزير الشؤون الدينية في الموعد لإلقاء التحية وتجاذب أطراف الحديث مع الحجيج. حجيج ولاية جابس يغادرون من مطار جابس مطماطة من خلال رحلة داخلية نؤمنها على دفعتين، دفعة الأولى فيها 70 والثانية فيها 71 لوصولهم إلى مطار أصفاقس في رحلة جوية، وذلك من باب إعادة الاعتبار لمطار جابس، ومهما كانت الكلفة نحن قادرون على تسديدها بحول الله تعالى في سبيل توفير كل ظروف الراحة وكل ظروف اللائقة والملائمة لكل الحجيج الميامين في كل بقاع الأرض، لأننا نعتبرهم سفراء لبلادهم. مختلف الإجراءات كانت جيدة للغاية، هكذا كانت آراء الحجيج، وقد تم التأكيد على ضرورة العناية بالجانب الصحي واتخاذ الاحتياطات اللازمة. سجلنا من عام 2014 وخرجنا عام 2020 وحلنا ولقحنا بالكورونا ما مشيناش، والسنة هكا طلعنا والحمد لله رب، عملنا اللجنة ترقبنا بكل شيء والحمد لله رب العالمين. أول مرة معناتها يصير الحج بعد الكورونا، من عام 2019 ما صارش الحج، ونشدوا صحيح برشا باش المواطن الحجيج نتاعنا الكل يكونوا مستوعبين معناتها البروتوكول الصحي وأهمية أنه يحترموه، على خاطر نعرف اللي ماهوش ديما ممكن في البقاع المقدسة باش مثلا تقوم بالتباعد الجسدي، أما يبقى لبس الكمامة باش يكون إجباري، وهذا مهم جدا. مع شربان الماء في حدود 1.5 حتى 3 لترات معناتها لكافة الحجيجنا، وبطبيعة يتغذوا عادي وينسوش دواهم. الصحة رد بالك، كمامتك ودواياتك الكل هزهم، اللي عندها خاصة اللي عندها مرض مزمنة لازم يهز دواياته بالدوبل منا ومنا. وبلغ عدد حجيج ولاية جابس لهذه السنة 141، وقد تخلف أحد الحجيج عن السفر بسبب إصابته بفيروس كورونا. تتواصل بسواحل جربة جيم من ولاية مدنين عملية البحث عن حوالي 3 مفقودين في حادث غرق مركب أسفر عن وفاة 3 أشخاص. انتشرت وحدة الحرس البحري جثثهم صباح اليوم إلى جانب نجاة 11 شخصا وفق ما ذكره مصدر أمني. وأوضح المصدر ذاته أن مركبا يقل نحو 17 شخصا يرجح أنهم كانوا بصدد تنفيذ عملية هجرة غير نظامية قد غرق على بعد بضعة أميال من سواحل جربة أجيم.
خلال عملية وصفت بالنوعية، تمكن أعوان الحرس الوطني بحسي الفريد وأعوان الحرس الديواني بسبيطلة من ولاية القصرين خلال الساعات الماضية من إحباط عملية تهريب حوالي 225 ألف حبة دواء مخدر، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أحد أكبر مهربي الأقراص المخدرة بالجهة. واستنادا إلى بلاغ الإدارة العامة للديوان، فإن هذه العملية تمت إثر عمل استعلاماتي مفاده اعتزام أحد الأشخاص تهريب كمية هامة من الأدوية المخدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية. وحسب المصدر ذاته، تم رصد شاحنة خفيفة متطابقة مع المعلومة لا تحمل لوحات منجمية على مستوى منطقة خنقت الجازية وفي اتجاه منطقة حسي الفريد، تم إيقافها، كما تم تأمين المحجوز لدى فرقة الحرس الوطني بالقصرين. هي نوعية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والحرس الديواني، وعلى إثر ورود معلومات مفادها نية أحد المهربين الخطيرين المعروفين بتهريب المخدرات، تهريب كمية هامة من الأقراص المخدرة نحو القطر الجزائري. وعلى إثر هذه المعلومة تولينا التنسيق مع زملائنا من وحدات الحرس الديواني، وتم نصب كمين محكم، تم على إثر إلقاء القبض على أحد أكبر مهربين الأقراص المخدرة بالجهة، وتم بتفتيش السيارة تم حجز حوالي 225 ألف قرص. تمت ملاحقة السيارة وبالتنسيق في الأثناء مع مصالح الحرس الوطني بحاسي الفريد ومصالح الحرس الديواني بفصيل القصرين تم ضبط الشاحنة. تم في القيروان تسليم مشاريع تربية الماشية بهدف إعادة إدماج الأطفال الجانحين، وذلك لإعطائهم فرصة في نظرة جديدة للحياة ودفعا أكبر للابتعاد عن ما قد يعيدهم إلى النقطة الصفر. في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الجانحين وإنقاذهم من براثن العودة إلى الجريمة، تم تسليم شاب مغادر لمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيد الهاني مشروع تربية ماشية بقيمة 6000 دينار بعد تزكيته من قبل اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع. مكتب تشغيل تعهد بالعملية كاملة من شراء التسليم ودبليس، مازالت متواصلة العملية، تتواصل في حدود 3 سنين. هي مرافقة للشاب بداية، مرافقة كاملة للشاب، بما فيها زيادة منحة تتعطى للشاب لمدة عام كامل، فيها 200 دينار تعاونوا على الأقل في الديماراج متاع البروجي. عمل البحث الاجتماعي اتضح أنه هو معناها مستعد باش يخدم على روحه وباش يرجع للجادة، نحن عاوناه وحاولنا معناها نقفوا معاه حتى في إطار عمل اللجنة باش ندافعوا عليه وعلى موقفه باش يتمكن من التزكية، والحمد لله تم تزكيته. فرصة جديدة تعهد من خلالها هذا الشاب المقيم بمنطقة عين الكدية بمعتمدية حفوص بعدم العودة إلى الماضي وإنجاح مشروعه، ذلك بعد تلقيه تكوينا في المجال الفلاحي تحصل على إثره على شهادة في اختصاص تربية الماشية. حب نستحفظ المشروع متاعي ونحب نتلهي بيه ونكبره، ما نحبش نعود نرجع للصلاحية، ما عادش نحب تتكرر الموضوع ذي وأول مرة وآخر مرة. بالنسبة للطفل هذا مغادر المركز، وقع تكوينه سابقا قبل مغادرتي معنا في التكوين في المجال الفلاحي اختصاص تربية أغنام، وتحصل على شهادة في ختم التكوين في هذا الاختصاص، وقع إدراجه ضمن القائمة المنتفعين ببرنامج الإدماج ضمن صندوق تأهيل وإدماج الأطفال المغادرين لمراكز السلاح. تمكن مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيد الهاني خلال النصف الأول من سنة 22 و2000 من إسناد 3 مشاريع لفائدة أطفال مغادرين أصيلي ولاية القيروان بقيمة جملية فاقت 13000 دينار. وفي سليانة تمت إقامة دورة تدريبية في الروبوتيك، يسعى القائمون عليها إلى تشجيع مشاريع قدمها أطفال الجهة ومزيد تحفيزهم على البذل والعطاء في هذا المجال. مجموعات من أطفال المدرسة الإعدادية بمكثر لم يتجاوز سن أكبرهم 15 سنة جمعتهم هواية الاختراع ليعملوا بتأطير من مركز أليف بسليانة على تطوير مهاراتهم من خلال صناعة عدد من الروبوتات. بعد 22 أسبوع كل أسبوع كانوا يجيوا المركز أليف سليانة يتم تكوينهم وتحضيرهم نفسانيا وماديا واجتماعيا، اليوم كان الاختتام بحضور المشاريع التي تم عرضها أمام لجنة محترمة من الشركاء بتاعنا وعرض
المشاريع الأخرى. وليدات من سليانة أعمارهم صغيرة جدا تبدع تفكر وتخلق مشروع، ووليدات تبدع وتفكر وتخلق آليات حديثة لتكون لها مستقبل كبير. البروجي متاعنا يتمثل أنه توريزم انتريور، سياحة داخلية. احنا نخليو العباد أنهم يزوروا المناطق الداخلية اللي في تونس أبغتير دي سورتي دي كامبينغ اي دي سيركوي بيان ديتيرميني. احنا عندنا اون ابليكاسيون اللي باش يدخل المستعمل فيها باش يدخل يختار التريب نتاعو، يعني الرحلة نتاعو. هذه الروبوتات يمكن أن تتطور ويتم استغلالها في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، حيث تعمل على تلافي الحواجز واتباع الخطوط بفضل تركيز أجهزة استشعار خاصة. هو روبو معناها يتكون من ديكابتور، والكابتور الكابتورات هذوما ينجموا يخلوه يتبع الخطوط الكحول، معناها يتبعهم. نجم نستعملوه معناها في بكود دومين، نجم نستعملوه مثلا في المصانع، كما نجم نستعملوه في الجيمينغ حاجه كي. وقد اكدت دار الشباب بمكثر خلال عرض هذا المشروع انها ستعمل على بعث نادي للروبوتيك يكون هؤلاء الاطفال نواتها الاولى، وذلك لمزيد استقطاب الاطفال المولعين بالاختراع والابتكار، خاصة بعد نجاح هذه التجربة التي كانت قد انطلقت منذ أشهر لتشمل أكثر من 20 طفلا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا الكرام، أشكر انتباهكم وإلى اللقاء.